في 20 سبتمبر 1919، وكان لوالدته التأثير الأول في تشكيل حياته الروحية، إذ كانت أم بارة قدوة صالحة لأبنائها. تخرج من كلية الصيدلة عام 1943 وعمل في المهنة حتى سنة 1948. كان يمتلك صيدلية في دمنهور، لكنه سمع صوت الإنجيل وأطاعه، وباع كل ما يملك ووزعه على الفقراء، ولم يحتفظ إلا بثمن التذكرة ذهاب. ترهبن في دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون، ولكن سرعان ما هزلت صحته بسبب فقر الدير الشديد، ولكنه أجبر على الانتقال إلى دير السريان وادي النطرون سنة 1951، وهناك تقبل نعمة الكهنوت رغما عنه. عاش متوحدا في مغارة وسط الصخور بعيدا عن الدير، وبعد سنتين كلف أن يصير أبا روحيا لرهبان الدير. في 1954 اختاره بابا الأسكندرية الأنبا يوساب الثاني وكيلا له في مدينة الإسكندرية، حيث مكس حوالي سنة وشهرين، إلا أنه في أوائل عام 1955 آثر العودة إلى مغارته بالدير ليكمل حياته الرهبانية في الوحدة والسكون، وعاد إلى دير السريان. في يوليو 1956 ترك دير السريان إلى ديره القديم الأنبا صموئيل طلبا لمزيد من الخلوة والهدوء، فتبعه تلاميذه الجدد إلى هناك. ظل هناك 3 سنوات رشح خلالها للمرة الأولى ليكون بطريركياً. دعاه البابا كيرولوس السادس مع جماعته الرهبانية 12 راهباً للانتقال إلى دير أنبا مقار بوادي النطرون الذي كانت الحياة الرهبانية فيه توشك أن تنطفئ، وعهد إليه بمهمة تعمير الدير وإحياء الحياة الرهبانية في الدير من جديد. لم يكن فيه أكثر من 5 رهبان مسنين ومرضى، ومباني الدير توشك أن تتساقط. ومن هذا التاريخ بدأت النهضة العمرانية والنهضة الرهبانية الجديدة الملازمة لها. اتسعت مساحة الدير 6 أضعاف المساحة الأصلية، وأصبح الدير محجا للزائرين ليس من مصر وحدها بل ومن كل العالم، إلى أن تنيح بسلام في 8 يونيو عام 2006، تاركا وصية بأن يدفن في مدفن بسيط، وتاركا خلفه إرثا من التعاليم والمؤلفات والمقالات التي تلمذت أجيال مختلفة حتى من لم يقابلوه ولو مرة واحدة. إنه الأب متى المسكين الذي وإن مات يتكلم بعد.